وليد الحجام أكيد تابعت كما التوانسة الكل الجدل اللي أثارت زيارة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد إلى الدوحة، انتظارات كبيرة علقت على هذه الزيارة، خاصة وأن عديد المشاريع والمسائل المشتركة بين البلدين كانت مطروحة للنقاش. والسؤال الأهم عند الرأي العام في تونس، ماذا في حصيلة هذه الزيارة عمليا؟ بشنو خرجنا من هذه الزيارة؟ شكرا، سؤال مهم برشا، وحق التوانسة أنه باش يعرفوا أنه رئيسهم راه مشى لقطر أو إلى دولة أخرى، قام بزيارة رسمية وهي كانت زيارة دولة، تعتبر من أهم وأعلى درجات الزيارات في الأعراف الدبلوماسية، يعني من حقهم باش يعرفوا شنو اللي صار وشنو المسار وشنو مخرجات هالزيارة هذه. لو ننطلق من العام إلى الخاص سي محمد بخصوص الزيارة هذه، وننطلق بالبيان المشترك، فما بيان مشترك تم إصداره في عقاب هذه الزيارة، رسم تقريبا أهم النقاط وأهم المواضيع اللي تم الاتفاق بشأنها بين تونس وقطر. في بالمناسبة البيان المشترك هذا أقسمناه في بالتعاون مع أخواننا القطريين على زوز مستويات، مستوى ثنائي ومستوى متعدد الأطراف ومستوى العلاقات الدولية. في المستوى الثنائي فما ايضا مستويات يعني اخرى، يعني فما على المستوى السياسي تم التاكيد على حسن العلاقات وتميز العلاقات بين تونس وقطر وعلى سنة التشاور والتعاون المتواصلة بين البلدين والتاكيد على ضرورة مواصلتها وتعزيزها، وهذا مهم برشا. فما نقطة ثانية، نقطة تخص التبادل الزيارات بين كبار المسؤولين، وهذا تم التأكيد عليه، لابد من تكثيف الزيارات. نعرف جائحة كوفيد توا ولات تنقص شوية من نشاط في أي دولة، ولكن حاولوا أنه نتجاوزوا هذه المعضلة باش نكثفوا من لقاءات بين المسؤولين، وهذا مهم جدا تبادل الزيارات بين البلدين. على المستوى الثنائي، على المستوى الاقتصادي والتجاري، وهذا أعتقد أنه لهم أكثر لهم أكثر المواطن العادي باعتبار تداعياته المباشرة عليه. فما على المستوى الاقتصادي فما زوز مشاريع كبرى معناها يهتم بهم شخصيا سيادة رئيس الجمهورية. المشروع الأول هو منصة الإنتاج في سيدي بوزيد، والمشروع الثاني هو المدينة الصحية مدينة الأغالبة في القيروان. هذوما زوز مشاريع كبرى يهتم بهم شخصيا سيادة رئيس الجمهورية. بالنسبة للمشروع الأول هو مشروع منصة الإنتاج في سيدي بوزيد، هناك اتفاق نهائي وواضح ولا غبار عليه بين تونس وقطر على أن تكون قطر من المساهمين في تنفيذ هذا المشروع. المشروع هذا هو كلفته تقريبا 100 مليون دينار تونسي، 100 مليون دينار تونسي قطريين إن شاء الله، الصندوق القطري للتنمية بالتحديد تم التأكيد على أنه باش يساهم في تمويل هذا المشروع في زوج صيغ. الصيغة الأولى صيغة هيبة 5 مليون دولار، والصيغة الثانية هي مساهمة في رأس مال الشركة، لأنه هذا باش يكون فما تأسيس شركة خفية الاسم هي اللي باش تدير هالمشروع هذا، المساهمة في رأس مال الشركة باش يكون إن شاء الله ب 10 مليون دولار. يعني هذا يعني شيفخي دي دوني شيفخي اللي الصحفيين والإعلام والمواطن التونسي يحب يعرف المشاريع هذوما. دونك مشروع منصة الإنتاج بالوسط في سيدي بوزيد اللي هو في الحقيقة هو مشروع ضخم، لأنه يمتد على 70 هكتار، والهدف نتاعه أنه يكون هناك منصة إنتاج متكاملة، من كل كي نقول إنتاج فما زاد التعليب وفما أيضا الـ 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 يعني الخزن وكل شيء. يعني هالمشروع هذا بصراحة باش يكون نقلة نوعية في منطقة الوسط، وطبعا امتدادات وتأثيراته باش تكون على كامل المنطقة، مش في سيدي بوزيد برك، لأنه هذا باش يهم تقريبا 15 ألف فلاح موجود في منطقة الوسط. فأعتقد أنه هذا المشروع مهم جدا، وتقدمنا فيه تقدم كبير جدا، وإن شاء الله يرى النور على قريبا. يعني قلت لك يعني هذوما الأرقام اللي نجم نأكدهم لك، 5 مليون دولار كهيبة و10 مليون دولار كمساهمة في رأس مال الشركة. هذا المشروع الأولاني. المشروع الثاني هو مشروع مدينة الصحية الأغالبة في القيروان. المشروع هذا زاد مشروع ضخم جدا، وفيه يعني متكامل، يعني باش يكون فيه مؤسسات طبية، في كلية طب، في يعني مناطق سكنية يعني متكاملة بالمدارس نتاعها بالمنتهى. يعني هذا مشروع ضخم، تم عرض المشروع منذ مدة على الأخوة القطريين. الزيارة هذه الأخيرة لسيادة رئيس الجمهورية كانت مناسبة لإعادة النظر وتعميق النقاش في الموضوع هذا، وصندوق قطر للتنمية كما قلت لك هو زاد مهتم جدا بهذا المشروع، باش تكون هناك إن شاء الله قريبا زيارة إلى تونس من طرف أعضاء وخبراء من الصندوق هذا باش يزوروا تونس بإذن الله لمزيد التحديث على الجوانب التقنية التفصيلية والمالية والقانونية
بخصوص احداث هذا المشروع. ما نجمش نعطيك عليه توا ارقام شفريه كما لانه مازال في طور النقاش وفي بلوره المشروع، ولكن اؤكد لك انه فما اهتمام قطري كبير بهذا المشروع. والاهتمام القطري هذايا ليس فقط بزوز مشاريع هذوما، انا حكيت لك على زوز مشاريع هذوما لانه بصراحه يعتبروا مشاريع يعني هذوما نجم نقولوا بشكل رسمي قطر اعلنت عن دعمها لهذه المشاريع بشكل رسمي وموافقتها على دعم هذه المشاريع 101%. اوكي، ولكن اللي نحب ناكد عليه انه في الجلسه الموسعه، انا ديما نحكي في المجال الاقتصادي راه ما تقلناش المجالات اخرى، في الجلسه الموسعه اللي جمعت وفدي البلدين في الزياره ذي برئاسه سياده رئيس الجمهوريه وسمو امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، امير قطر اكد بصفه جليه وواضحه وبصريح بصراحه العباره بلا انه قطر مستعده للاستثمار اكثر واكثر في تونس. هذا يعني طبعا هذا حديث سياسي اعلان يعني اعلان عام يعني لانه باعتبار انه امير دوله ما ينجمش يدخل في التفاصيل، ولكن هناك رغبه سياسيه واضحه من طرف قطر في تعزيز استثمارها في تونس. ولو تحب نعطيك بعض شويه معطيات حول التواجد او التعاون التونسي القطري في المجال الاقتصادي اذا اذا مثلاً نقدموا اضاءات نقدموا اضاءات مثلا في ممكن ما نش حافظهم العدد هذوما، ولكن يمكن مثلا نقول في التعاون المالي، في التعاون المالي حجم التعاون المالي خلال السنوات الأخيرة بين تونس وقطر بلغ أكثر من مليار دولار مختلف ما بين سندات خزينة واكتتاب خاص وغيره. قطر منحت لتونس 29 مليون دولار من يعني في شكل قرض او في شكل هبات لتمويل مشاريع مثلا مشاريع المساكن الاجتماعيه مدينه عمر المختار في السجوم. التعاون الاستثماري قطر تعد ثاني مستثمر عربي في تونس. فما عديد من الشركات من غير ما نعمل توا اشهار في الاذاعه على الشركات القطريه، ولكن هناك العديد من الشركات القطريه التي تستثمر في تونس. فما ايضا المساعدات القطريه لتونس. نوصلوا للمبادلات التجاريه، حجم المبادلات التجاريه وهذه نقطه مهمه جدا حبيت ناكد عليها سي محمد، انه حجم التبادل التجاري بصراحه مازال دون معناها الامكانيات الحقيقيه للبلدين. كي نقولوا انه في سنه في التسع اشهر الاولى نتاع سنه 2020 حجم التبادل التجاري 56 مليون دينار صادرات تونسية فقط إلى قطر، بصراحة الرقم صغير وصغير جدا. وتو نرجع عليه بعد شوية باش نقولوا شنو الحلول اللي خممنا فيهم باش نحسنوا التبادل التجاري بين تونس وقطر. إذا قلت لك هذا على المستوى الاقتصادي بصفة عامة والمستوى التجاري، ولو أنه تسمح لي بعد شوية باش نرجع شوية للمستوى التجاري باش نحكي على كيفاش السياق اللي باش نعملوها وتفهمنا عليها. وفي هذا الإطار طرحت فكرة إحداث خط بحري يربط بين تونس وقطر. مثالش نواصلوا لأنه مهم جدا نوضح للرأي العام ماذا في حصيلة هذه الزيارة. برشا كلام متقال بين شكون يقول زيارة إيجابية بين شكون يقول زيارة غير ناجحة. خلينا نحكي أرقام على الأقل ومعطيات. والله شوف أنا توعطيتك أرقام يعني أعتقد هم الجانب المشاريع الاقتصادية هم الجانب المشاريع الاقتصادية المرتقبة. كما قلت لك الارقام هذوما على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري قلت لك اعطيتك ارقام تاع التبادل التجاري ونحن نعترفوا هما ايضا القطريين يعترفوا انه بصراحه عندنا امكانيات اكبر تاع التبادل التجاري يعني بين تونس وقطر في عده مجالات. فلذا شنو اللي تم اتفاق عليه وهذا منصوص ايضا في البيان المشترك اللي يصدر بين تونس والامارات. اولا هو هذا مشروع برنامج يعني باقامه منطقه للتبادل التبادل الحر بين تونس وقطر. هذا باش يكون هناك مشروع ان شاء الله باش تخدم عليه وزارة التجارة في البلدين يعني في تونس وقطر، مازال ماهوش مبلور بصفة عامة. هو فكرة أولية حاليا؟ لا هو مشروع، هو المشروع الاتفاق ان شاء الله باش يتم الشروع في سياقته بالتشارك يعني طبعا المشروع ثنائي باش يكون هناك بروبوزيسيون كونتر بروبوزيسيون من البلدين وفي الأخير نوصلوا إلى اتفاق مشترك ان شاء الله في الموضوع هذا. النقطة الثانية اللي تفهمنا عليها واللي لازم زادة تتعمل لتحسين التبادل التجاري بين تونس وقطر هو إبرام اتفاقية. هو المشروع موجود هذا الآخر قلنا مازال بيشتغل لكن هذا موجود ويزم يتفعل ويتوقع في أقرب وقت، هو اتفاق بين السيباكس وبنك قطر للتنمية. هذا باش يشجع على الصادرات التونسية دار المصادر فوالا دار المصادر. فما زاد حاجة أخرى وذكرناها في البيان المشترك هو القطاع الخاص. نحن توا مش لازم الدولة تعمل كل شيء لأنه توا لازم القطاع الخاص زاد يتحمل مسؤوليته ويتعاون مع الدولة لأنه هناك شراكة قطاع خاص قطاع عام للمصلحة العامة في البلاد. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تجديد تركيبة أعضاء مجلس الأعمال المشترك التونسي القطري اللي ما انعقدش من عام 2016.
وهذا يعتبر يعني نقطة يعني لابد من معالجتها بسرعة. تجديد تجديد التركيبة وتفعيل الهيكل هذه المشترك، وأيضا إقامة خط بحري اللي قلته سي محمد. هناك فكرة إقامة خط بحري مباشر أو يمكن يكون غير مباشر، لكن إقامة خط بحري بين تونس منين ينطلق تونس وقطر. لا هذا باش نقول لك منين هذه ما زلنا على مستوى الاتفاق على الأفكار اوكي، ولكن طبعا باش يكون الانطلاق ما نعرفش، ما نجمش نقول لك من تونس العاصمه، من صفاقس، من جرجيس، ما نجمش نقول لك بالضبط، لانه هذا من بعد يكون امور تقنيه، فما خبراء في دراسه جدوى طبعا دراسه جدوى والاوبورتونيتي وكل شيء. دونك ما نجموش من توا نقولوا منين باش ينطلق وين باش يقف، ولكن على الاقل انه الفكره موجوده وهذه نعتبرها سياسيا فما اتفاق مبدئي على احداث هذا الخط. شوف سي محمد لما نقولوا انه هذا ورد في البيان المشترك، البيان المشترك هذا ممكن لا اذيع سرا أن البيان المشترك يطلع عليه رئيس الدولة وأمير قطر قبل ما ننشروه، يعني فما موافقة سياسية واضحة على هذه الفكرة وتبنيها والشروع في تنفيذها. دونك والعملية هذه باش تساعد على التصدير، لأنه بصراحة ديما نحن المصدرين التوانسة يقول لك الكارغو شحن صعيب على النقل الجوي، سواء معناه النوع العدد يكون صغير وإلا يكون الكلفة كبيرة مكلف. وتخلي المنتوجات التونسية يعني عالية السعر في دول الخليج بصفة عامة، وما تكونش يعني ما عندهاش تنافسية عالية. وأنا شخصيا عشت لمدة في يعني كدبلوماسي في دول الخليج، ونعرف انه مثلا كي تدخل على غراند سيرفاس في 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 دوله خليجيه تشوف الاسعار نتاع المنتوجات التونسيه اكبر برشا من الاسعار نتاع دول اخرى يعني شبيهه لنا في اقتصادها وفي توجهاتها. فاحداث هذا الخط المباشر باش يساهم ان شاء الله في تحسين تنافسيه المنتوجات التونسيه في الدول الخليجيه بصفه عامه وفي قطر بصفة خاصة. هذا على المستوى الاقتصادي، ماذا عن المستوى المالي والمستوى الاجتماعي خاصة في علاقة بقضية التشغيل؟ على المستوى الاقتصادي والمالي حكينا عليه، يعني كي يقولوا مالي اعتقد سي محمد أنه الاقتصادي والتجاري يعطي في إطار المالي، يعني ما نجموش نفصله بصفة خاصة. ولكن تو سألت سؤال مهم جدا على حكاية التشغيل وحكاية الجالية. شوف احنا في قطر عندنا 32 ألف تونسي، 32000 تونسي من بينهم تقريبا 3400 تونسي يشتغلوا في اطار التعاون الفني. واللي لاحظناه، مش اللي لاحظناه ولا اللي سمعناه بوذنينا كما يقولوا، انه القياده القطريه عندها تقدير كبير واعجاب كبير بحسن اندماج الجاليه التونسيه في قطر ومساهمتها في بناء التنميه اللي تشهدها قطر، واللي نهنيهم عليها ونتمناو انه يدوم عليهم النعمه. عندنا كفاءات متميزه، عندنا كثير من دفع كثير في قنوات تلفزيونيه في وسائل الاعلام في التعليم العالي في معهد الدوحة للدراسات، نعم برشا كفاءات أكاديمية تقريرات. صحيح والله باش نقول لك حاجة صغيرة، وكان التقى بهم الأستاذ قيس سعيد، التقى بهم وتو نحكي فيه النقطة دي. ولكن على حكاية الكفاءات باش نقول لك حاجة يعني جلبت انتباهنا وجلبت انتباه سيادة الرئيس بصفة خاصة. في برنامج الزيارة كانت هناك زيارة للمكتبة الوطنية في الدوحة، ولما تدخل سيد الرئيس للمكتبة وباش يعمل جولة، المرشد ولا اللي يحكي له على الموجود في المكتبه تونسي، دكتور تونسي يشتغل. وبصراحه تشعر بفخر انه يكون هناك مسؤول تونسي هو اللي يرشد رئيس الدوله التونسيه وهو اللي عينوه، وبصراحه وكان على درجه عاليه من العلم ودرجه عاليه من الادراك اللي قاعد يقدم فيه. فبصراحه يعني حاجه تشرف. هذا في اطار حبيت نقول لك في اطار انه الجاليه التونسيه بصراحه جاليه تشرف، هي بصفة عامة نحن التونسيين في الخارج نعتبروهم سفراء لتونس في الخارج، هم السفراء الحقيقيين والدائمين لتونس في الخارج، ولكن بصفة أخص في قطر كما قلت في العديد من القطاعات بصراحة يشرفوا، والاهتمام بهم هذا واجب. وكان سيادة رئيس الجمهورية اهتم بهم في الزيارة هذه على جانبين. الجانب الأول في لقاء مع المسؤولين وعلى رأسهم أمير دولة قطر اللي تحثوا على الجالية التونسية، طبعا تم إثارة بعض الإشكاليات التي تتعلق بهم، وطبعا صعوبات موجودة في أي بلاد، وفما وعود حقيقية من الدولة القطرية أنه باش تزيد تحسن من عملية إحاطتها ودعمها وتسهيل الإجراءات للجالية التونسية إن شاء الله. والاهتمام الثاني كان كما تفضلت سي محمد قلت أنه اللقاء اللي كان جماعة
سيادة رئيس الجمهورية، وكان عنصر مهم وأساسي في برنامج زيارة سيادة رئيس الجمهورية إلى قطر ولقائه بالجالية، والتقى مجموعة مش كبيرة طبعا من مخفيك السر، وهذا يعرفون الناس كل أنه الوضعية الصحية وتفرض اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لأنه في مكان فضاء مغلق كل شيء، ولكن حاولنا أن تكون هالجالية تكون ممثلة على أكبر نطاق واسع، وتكون تمثل كل الشرائح العمرية كل الشرائح المهنية، وأنها هي تنقل مشاغل الجالية المقيمة في قطر. كان لقاء مثمر، تم إثارة العديد من النقاط، من المدرسة التونسية، الانتداب، مشاكل التشغيل في ظل جائحة الكوفيد. هل من جديد في علاقة بملف المدرسة التونسية بالدوحة؟ المدرسة التونسية بالدوحة هي مدرسة نموذجية ومهمة، وتعتبر من المنارات العلمية التونسية في الخارج. طبعا هناك بعض المشاكل التي تخص المدرسة التونسية، وهو أساسا مشكلة الاكتظاظ، لأن المدرسة التونسية حاليا تقريبا فيها 1400 تلميذ. في الأصل أنها لابد، معناها حسب القانون القطري، يعني هما يقرأوا بحساب المساحة، يعني كل المساحة تحدد عدد التلاميذ النجم يقرأوا في المدرسة، تقريبا 900 شخص لازم أجاش تفوت. والدولة القطرية مشكورة، منحت استثناءات عديدة ومتكررة للدولة التونسية للمدرسة التونسية باش تشتغل، ورغم العدد الكبير، وإن شاء الله طبعا هناك طلب كبير على المدرسة التونسية. واللي نحب نقوله أن المدرسة التونسية راهم يقراو شوية تونسة برك، يقراو فيها الجزيرية، اخواتنا الجزيرية واخواتنا المغاربة واخواتنا الليبية واخواتنا الموريتانيين اللي عايشين في قطر، وهذا شرفنا وهذا واجبنا تجاههم، ماش مزية ولا منا، ولكن طبعا العدد زاد. وفي هذا الأساس هناك تفكير في إقامة بناية جديدة تكون أوسع، توسعة يعني، ولا أحداث لا لا أحداث مبنى أحداث جديد، أحداث مقر جديد، مقر جديد للمدرسة الثانية، مش المدرسة، مش بعد نحكي ولا بتولي زوز مدارس إن شاء الله تكون عندنا زوز مدارس، وهكا نخففوا من الضغط على المدرسة الأولى ونحسنوا من نوعية وجودة الخدمات، وأيضا نستقطب أكبر عدد ممكن من التلامذة التوانسة، لأنه بصراحة توا دراسة الأطفال ولات عامل محدد في الهجرة، لأنه العديد من التونسيين يقول لك أنا نمشي البلاد اللي نلقى فيها وين نجم نقري صغار، ولادي نعمل فيهم وش نقريهم وشنو مش يقرأوا بالضبط. لأنه إذا باش تقري في مدرسة أخرى سيستم منهج أجنبي آخر، ممكن تلقى مشكلة في تونس، وزاد أيضا الكلفة. المدرسة التونسية تعتبر من أقل المدارس كلفة في قطر، يعني البشرة النجم نزفوها لمواطنينا وجاليتنا في قطر، وأنه رسميا سيتم إحداث مدرسة ثانية لتجاوز مشكل الاكتظاظ. لنكون أكثر دقة، هناك بداية تفكير أو الشروع في تفكير في مردودية وكيفية بناء هذه المدرسة، مع العلم أنه الأرض موجودة، الأرض لبناء هذه المدرسة موجودة، ولكن طبعا بناء مدرسة يتطلب تفكير، خاطر شوف مش مهم أنه نبني مدرسة فقط، ولكن لازم الإطار التربوي ولازم التجهيز ولازم ولازم لازم، ولكن هناك بداية شروع في تنفيذ هذه الفكرة بإذن الله قريبا. وليد الحجام الملحق بالدائرة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية، مازلنا مصلين حوارنا معك، بعد شوية نعطيك الكلمة زياد الحسين. برشا أسئلة، بدينا على الأقل بالإيجابي، لكن فما أيضا جوانب نقدية ونحكي فيها بعد شوية في حوارنا مع وليد الحجام مباشرة. هنا تونس مستمعي ديوان فهم، رجعنا لكم من جديد، مازلنا مصلين حوارنا مع وليد الحجام الملحق بالدائرة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية. قيس سعيد، نحكيه على مخرجات الزيارة الأخيرة للدوحة والجدل اللي رافقها، أيضا مش نحكيه بعد شوية على الحوار الليبي وموقف الدبلوماسية التونسية ورئيس الجمهورية. من قبل ما نرجع لك سي وليد، نعطيك الكلمة للتفاعل جهاد الحسين، متفضل. مرحبا سي وليد، يعطيك الصحة على كل المعلومات اللي عطيتهم لنا. فقط للتذكير، هذه خامس زيارة كان قام بها الرئيس قيس سعيد إلى الخارج. زيارة الأولى كانت إلى مسقط، مشاركة في عزاء السلطان قابوس. زيارة ثانية كان زيارة رسمية للجزائر في فيفري 2020، دعوة من رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نتمنى له الشفاء. زيارة ثالثة كان زيارة عملي لباريس، زيارة شهيرة وكل اللغط وكل كل الحديث اللي تم حولها، اللي هي كانت زيارة عمل مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. زيارة الرابعة كانت للكويت، تقديم واجب العزاء وفاة أمير كويت الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح. تقريبا زوج زيارات كانت زيارات تقديم عزاء، يعني زيارات واجب، وثلاثة زيارات كانت تقريبا زيارة عمل، زيارة دولة وعمل. زيارة دولة وعمل هذه تقريبا أهم زيارة لحد الآن، أو الأعلى، لأنها زيارة دولة
في سنوان في مسار في سارة ونايف بالنسبة لصدقاء سعيد. شوف احنا في الدول ما عندناش اهم واهم، كلهم زيارات كلهم مهمة، كي الجزائر كي فرنسا كي قطر كلهم دول شقيقة ونتعامل وصديقة وعلى نفس وعلى نفس ولكن بروتوكوليا فقط هي كانت زيارة دولية، ولكن مهمين كما الجزائر كما فرنسا يعني. واضح. بحسب تصريح سفير تونس بقطر لجريدة الشرق القطرية، زيارة أفضلت إلى 80 اتفاق ومذكرة تفاهم، وتقريبا كنت فصلت برشا منهم. 500 مليون دولار استثمار منتجع جمرت، ووديعة لدعم احتياطات البلاد إلى ما آخره. الحقيقة زيارة كانت مثمرة اقتصادية، معناتك نشوفوا حجم الاستثمارات اللي جات، حجم الهبات، حجم المنح، الاتفاقات، المذكرات إلى ما آخره. ممكن الحاجة اللي قعدت واقفة واللي كانوا ينتظروا فيها برشا تونس هي قضية مدينة القيروان الطبية، وانت وضحت انه فما اهتمام قطري بدعم المشروع. ولهنا باش نبدا النقطة الأولى، لأنه صارت منذ أن أعلن الرئيس على مسألة مدينة الأغالبة الطبية صار وقتها حديث، هل انه هذا نفسه المستشفى اللي اعلنت المملكة العربية السعودية على انها باش تدعمه في 2017 في زيارة ملك السعودية الى تونس وقتها مع الرئيس الراحل بيجي قايد سبسي، ام هو في الفانفان في مؤتمر فانفان في مؤتمر استثمار تونس 2020، ام هو مشروع اخر؟ رئاسة وقتها وضحت قالت ما فماش خلط ما بينة الزوز، نحن منش نحكيه على مستشفى جامعي، نحكيه على مدينة طبية. لكن فعليا نحب نسألك سي وليد، شنو العلاقة بين هذا وهذا، المدينة الطبية والمستشفى، وخاصة انه نعرفه جاية في سياق تنافس سعودي قطري، فانه الاعلان انه القطريين عندهم اهتمام بمدينة الأغالبة الطبية في مقابل انه ملك السعودية كان اعلن في زيارة عليا لتونس في 2017 انه باش يدعم استثمار في مستشفى جامعي في القيروان، هذا اثار عديد الحديث. انا باش نزلك الاسئله الحرجه راه الناس يقولي لانه ليه الاسئله تطرح فيها التوانسه، لا انا هنا باش نجاوب الاسئله يطرحوا فيها التوانسه بالضبط، هذا سؤال يطرحوا فيه التوانسه. هذا نقطه اولى. نقطه ثانيه فقط نعطيك الكلمه، نقطه ثانيه فقط، امير دوله قطر كان زار تونس في فيفري في 2020، وكان فما بعدها في قلب جائحه كورونا اتصال هاتفي كانت عليه تغطية إعلامية كبيرة ما بين أمير قطر ورئيس تونسي قيس سعيد. تقريبا هذا تتويج المسار دبلوماسي طويل، نتصور زيارة هذه ما جاتش من عدم، فما اتصالات مهمة ما بين البلدين، ونتصور أنها زيارة مهمة لنحن التونسيين اقتصاديا واستثماريا، لكنها مهمة زادة للقطريين من ناحية أنه الوضع اللي تعيش فيه قطر في المحيط العربي والمحيط الدولي، لأنه نعرفوا قطر اليوم تعيش في حصار سلاش مقاطعة كل واحد شنو يسميها من دول العربية شقيقة، وأنه تصير لها زيارة رفيعة جدا من رئيس عربي اليوم دبلوماسيا نقطة تسجل لها بأنه عندها دعم من دول عربية، بأنه فما الدول العربية رغم المقاطعة الحصار بين ظفرين ما زالت تتعامل مع قطر على مستوى رفيع، ما زالت فما دبلوماسية رفيعة تمشي لقطر. نحن التونسيين هل كانت هذه نقطة قريناها في أجندتنا، هل الرئيس في أجندته الدبلوماسية نقطة هذه كانت حاضرة وإلا لا؟ في نفس السياق سي وليد، نربط أسئلة جهاد بسؤال تقريبا يلخص كل هذا. برشا توانسة يقول لك سمعنا أرقام كبيرة، حديث على 3700 مليار، حديث على 80 اتفاقية، تبعنا تصريحات سيد وزير الخارجية اللي أدلى بها للصحافة القطرية، أيضا تصريحات سفيرنا في الدوحة، لكن عمليا تفضلت به منذ قليل دون المأمول، لأنه كان الانتظارات خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي أكبر بكثير، وكأنه هذه الزيارة وفق تحليل البعض كانت لمجرد دعم دبلوماسي لقطر في ظل الوضع اللي يحكي فيه وتفضل بتحليله جيد الحسلم، أكثر منه لاستفادة تونسية صرفة. بركنا فيك سي جهاد على الأسئلة المحرجة جدا. شوف نبداو بالنقطة بالنقطة. احنا في تونس في سياستنا الخارجية فما مبدأ مهم جدا، هو مبدأ الحياد، مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، وعدم مبدأ عدم الاستفاف في الأجندات الإقليمية والدولية. إذا طبقوا هذا ونرجع للملف لزيارة السيد رئيس الجمهورية لقطر،
لا هناك لا باش نكونوا ندعموا بلاد على بلاد ولا باش نصطفوا مع بلاد ضد بلاد والا باش نخرجوا بلاد من مشكله مع بلاد اخرى. احنا علاقاتنا متميزه كما هو الشان، علاقاتنا متميزه مع قطر، علاقاتنا متميزه مع باقي الدول الخليجيه، تربطنا بها علاقات تاريخيه، تربطنا بها علاقات اقتصاديه وتجاريه، وتربطنا بها اولا واخيرا علاقات اخوه. فانه باش نكونوا مع بلد ضد بلد هذا لا غير موجود في قاموس الدبلوماسيه التونسيه. لا نصطف ولا نتدخل، طبعا نتابع الملف، نعتبره ملف يعني مهم تسويته، ولكن تسويته بين الأطراف المعنية، ولا نتدخل فيه، ولا لنا وليس لنا أي نية أو ليس لنا أي توجه نحو الاستفاف. دولة قطر دولة شقيقة، ونعتز ونتشرف بالتعامل معها، خاصة وأنها تعتبر من أهم المستثمرين ومن أهم شركائنا الاقتصاديين في تونس، ولكن أيضا باقي الدول الخليجية نكن لها كل الاحترام وكل التقدير، ونحن نتعامل معها إلى اليوم وإلى الغد، وهذا في إطار التاريخ، ولكن أيضا في إطار خدمة المصالح المشتركة للبلدين. كل ما فيه خدمة لمصلحة تونس نحن فيه، لا نصطف مع أي دولة. إذن زيارة سيادة رئيس الجمهورية هي زيارة تونسية قطرية صرفة بحتة، ليس لها أي بعد، ليست فيها أي رسالة لأي طرف كان. الرسالة الوحيدة هي موجهة إلى قطر أننا نعمل ونهتم ونشدد على التعاون الثنائي، وليست هناك أي رسالة لأي طرف آخر. هذه الزيارة. بالنسبة للمشروع، مشروع المدينة الصحية ومشروع المستشفى الذي كانت القيادة السعودية وعدت بتمويله في وقت من الأوقات، نحن في البرنامج سيادة رئيس الجمهورية نتحدث عن مدينة صحية ولا نتحدث عن مستشفى. المدينة الصحية هي مدينة متكاملة فيها المستشفى، ولكن فيها مكونات أخرى، فيها المسالك الصحية، فيها النزل، فيها المساكن، فيها الفضاءات استشفائية، فيها أيضا الاندستري فارماسيوتيك، الصناعة الصيدلية. يعني لا نتحدث عن مستشفى، نتحدث عن مفهوم أشمل وأكبر، وهو مشروع مدينة صحية وليس مستشفى. مشروع المدينة هذا عمليا نجم يكون ألغى المشروع الثاني. سي وليد، نحن في تونس عندنا مثال يقول زيادة الخير ما فيها ندم، واحنا لا نلغي مشروع، لا يلغي مشروع. ولو تطلب الامر ورأينا انه من الفائده ان يكون هناك مدينه صحيه ومستشفى في القيروان سيكون ذلك. السعوديين مازالوا متبنين للوعود نتاعهم السابقه في علاقه باحداث مستشفى جامعي بالقيروان بعد ما قدمتوا المشروع الجديد هذا. عهدنا بالاخوه في السعوديه انهم دائما عند كلمتهم، ونحن عن تجربة مع السعودية، الاستثمارات السعودية والتعاون التونسي السعودي ثابت ودائم ومتواصل وسيتواصل، وأنا من منبر هذايا أدعو إلى رفع هذا اللبس وهذا اللغط، لأنه علاقاتنا لحنا بوصلتنا في علاقاتنا هي مصلحة تونس والمصلحة المشتركة مع شركائنا في الإقليم المباشر وفي الإقليم البعيد. لا نتدخل في الأمور الداخلية لهذه الدول، ولا نريد ذلك، وليس بمصلحتنا ذلك. طيب 3700 مليار وينهم؟ و80 اتفاقية وينهم سي وليد؟ أوكي، بالنسبة لنجاوبك على النقطة هذه، من صرح بذلك عليه إثبات ذلك. أنا سي محمد ممثل عن رئاسة الجمهورية، استدعيتوني بارك الله فيكم، جيت بحذاكم، قلتوا لي شنو صار، قلت لكم مش فما، أتحمل مسؤولية ما أقول، ومن يقول عكس ذلك عليه إثبات ذلك. يعني أنت عمليا لهنا تفند في تصريحات سعادة سفير تونس في الدولة؟ لا بالعكس، أكون وتصريحات سيد وزير الشؤون الخارجية. لا لا لا، سيد وزير الشؤون الخارجية والسيد وسعادة سفير تونس في الدوحة لم يدلي بهذا التصريح، وحبيت نوضح لك النقطة. ما سيرش بلا عاود قرانا التصريح سجية. تم التصريح في جريدة الشرق القطرية على ما قريته التصريح، مش فما حديث على 80 اتفاقية، لكن عمليا ما لقيناهم. 80 اتفاق ومذكرة اتفاق. لا لا، 3 مليار دولار استثمارات. سي محمد. اتصالات والبنوك والعقارات. سي محمد. النقطة هذه لابد نفهم شنو قال بالضبط سعادة السفير. 80 اتفاقية موجودة هذا، شوف في بقول لك حاجة، يعني
نحب ما نحبش نقول باب المستحيل ولا صعب جدا في زياره صحراء 8 اتفاق. هذا اللي يحكي عليه سعاده السفير هما الاتفاقيات المبرمه الموجوده، الاطار القانوني الموجود، المنظم للعلاقات، المنظم للعلاقات بين تونس وقطر، هذا اللي يتحدث عليه. فما يعني ستة اخرجت من سياقها تصريحات سي وليد. ما نحبش نستعمل كلمه هذه، ولكن نقول انه ساعات عندما نقولوا على الاتفاقيات فما 86 اتفاقيه موقعه، اتفاقيه نقول معنا 86 ما بين اتفاقيه ومذكره تفاهم مختلطه موقع بين تونس وقطر. هذا ما قاله من عام 82 من اول اتفاقيه، من اول اتفاقيه اقيمت بين تونس والامارات الى وقطر الى يومنا هذا فما 86 وثيقه. تحب تعرف قداش من وثيقه؟ قايد الدرس عندنا 16 وثيقه. أوكي. عندي فيهم قائمه موجوده، هناك 16 وثيقه لا زالت قايد الدرس سواء من الجانب التونسي او من الجانب القطري. طيب. هذه المعلومه ناكدها. 3 مليار دولار باش نجيبك، لانه مبلغ كبير 3 مليار دولار. 3 مليار و7 المبلغ اللي تحدث عليه ايضا واللي تم عرضه في هذا يتعلق بحجم الاستثمارات القطريه في تونس. أوكي. وليس بالاستثمارات اللي تمت فيها الزياره هذه. هذا لانه هذا اللي خرج في الاعلام التونسي سي وليد. راه شوف باش نكون واضحين، هذا اللي حكي عليه السيد الكريم. السيد الكريم الاعلام التونسي على راسنا وعيننا ونتشرفوا به ويعاوننا ونحن نتعاملوا معه وهذا مهم، ولكن احنا انا هنا باش نوضح لك انه هذايا الارقام هذه اللي خرجت تتعلق بحجم الاستثمارات والاتفاقيات هذه اللي تم توقيعها. مهم جدا التوضيح هذا سي وليد. خلينا نمروا للمعطيات الرسميه على مستوى الشباب والرياضه وعلى مستوى التكوين المهني فما جديد؟ قبل ما نتعدى الى المستوى الشباب والرياضه فما حاجه مهمه جدا مهمه جدا اللي ما تحدثناش عليها وهي تتعلق بال محور من محاور زيارة سيادة رئيس الجمهورية، هي اللقاء اللي تم في جامعة لوسيل في قطر واللي ألقى فيها سيادة رئيس الجمهورية محاضرة، نجم نحطه بين ذفرين محاضرة، ولكن كانت هي في شكل حاجة باهية رئيس الجمهورية كي حاضر في دولة صديقة أو دولة أجنبية. والأهم من هذاك الكل سيدي الكريم أن المحاضرة هذه أو المداخلة هذه كانت بحضور رؤساء ورؤساء كليات، كان بحضور رؤساء مؤسسات إعلامية واقتصادية، وبحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الدوحة. المهم أكثر من هذا هو الإعلان عن إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري. جيد جدا. والأهم من ذلك جيد جدا. عارفوا سؤالك ولكن خلينا نكمل المعلومة. خلينا نطرح السؤال إذا سي وليد. والأهم من ذلك أن سيادة رئيس الجمهورية تم يعني تم إعلان أن سيادة رئيس الجمهورية سيتولى رئاسة هالرابطة والاجتماع القادم السنوي إن شاء الله باش يكون في نوفمبر 2021. وسؤالك علاش رئيس الجمهورية ترأس هذه الرابطة؟ بالضبط. تفاعلا مع هذه النقطة سكاي نيوز عربية تعنون قيس سعيد يعود إلى تونس حاملا هدية مسمومة من قطر. عاد الرئيس قيس سعيد إلى تونس قادما من الدوحة بعد زيارة إلى قطر أثارت جدلا تتعلق أساسا بمحطات هذه الزيارة. وقد زار الرئيس التونسي مجلس الشورى في الدوحة الذي يستعد لتنظيم أول انتخابات له في أكتوبر من العام المقبل، وقدم لمحة عن الدستور التونسي وظروف صياغته معربا عن استعداد بلاده لتقديم خبراتها لمساعدة قطر في هذا المجال. كما تم الإعلان بالعاصمة القطرية الدوحة عن إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري وإسناد رئاستها للرئيس التونسي قيس سعيد على أن تعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي الأول في تونس في شهر نوفمبر من العام المقبل. تبدو الأمور عادية إلى حد الآن، لكن سكاي نيوز في نفس السياق وهو رأي يتبناه جزء من التوانسة اللي علقوا على المسألة هذه كالآتي. تقول سكاي نيوز عدد من المحللين استغربوا هذا الإعلان واعتبروه محاولات لاستقطاب الرئيس التونسي وترضيته ومن وراء قاعدته الشعبية، حتى أنهم شبهوا رابطة القانون الدستوري برابطة علماء المسلمين ووصفوها بالتقليد القطري لخلط السياسي بالدبلوماسي والاجتماعي. واعتبر المراقبون أن مجاملة الدوحة لقيس سعيد تخالف روح القانون الدستوري، حيث لا يرتقي إلى مرتبة فقيه فيه إلا من قدم كتبا ونظريات في هذا المجال، وهذا لا ينطبق على الرئيس التونسي. وتقول أيضا زيارة سعيد إلى الدوحة خلفت موجة من الانتقادات تعلقت خاصة بما تم الإعلان عن تأسيس هذه الرابطة، ليعتبروها مراقبون إساءة لرئيس الدولة التونسية بإسناد مهمة رئاسة جمعية، وهو أمر مستهجن في العرافة الدبلوماسية وسابقة من نوعها. سي وليد الحجام تعليقك. نحن في مؤسسة رئاسة جمهورية
وهذا ورد في مؤسسة إعلامية نحترمها وأنا كل احترام، ولكن لا لا لا, لا ندخل نحن في مؤسسة سيادية. هذا رأي بنيوان من التوانسة محترم، نحترم كل التوانسة باعتبار أنه رئيس الجمهورية ورئيس كل التوانسة، ولكن هالكلام هذايا يعني بصراحة يدعو إلى الاستغراب. رئيس جمهورية يدعى إلى زيارة دولة ثم يكون هناك مداخلة حول القانون وحول الدستور في جمع يعني من على مستوى عال جدا من الشخصيات، ثم يتم الإعلان عن رابطة في القانون الدستوري، رابطة دولية في القانون الدستوري، وسيادة رئيس الجمهورية الناس كل تعرف خلفيته الأكاديمية. منشوف شنو هالخلط وهالربط بين أنه يكون رئيس يترأس رابطة دولية فوق القانون الدستوري وربطها بمؤسسات أو رابطات أخرى تحمل إيديولوجيات أخرى وتحمل هذه رابطة غير مؤدلجة، رابطة تعمل في إطار القانون والدستور. ورئيس الجمهورية قيس سعيد قبل ما يكون رئيس الجمهورية كان له خلفية أكاديمية دستوري، لكن هو اليوم رئيس الجمهورية، هو رئيس الجمهورية، وهناك من يرى أنه أكبر من مثل هذه التسميات الفخرية اللي معناتها ما تضيف لتونس. الرأي هذا، هذا رأي موجود في الشارع التونسي، نحترمه اللي يقولوا فيه، ولكن في الأخير هناك تقدير سياسي وهناك تقدير للقبول المنصب أو لا، هذا يعود إلى رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ارتأى أن يقبل ذلك وقبل ذلك، ونحن نتعامل مع ذلك، وهذا لا فيه ولا مس لا من رئيس الدولة ولا من مؤسسة رئيس الجمهورية ولا من قدر تونس مثل ما ذكر في وسائل الإعلام هذه اللي نحترموها ولكن نختلف معها في الرأي. جيد الحسين، كي نقولوا سكاي نيوز عربي نقولوا الإمارات، نقولوا الصراع القطري الإماراتي اللي سي وليد يقول لك احنا ما ناش طرف فيه لكن عمليين اليوم وكأن اصبحنا فيه. شوف موقف تونس على الاقل كان باش نحاسبوا المؤسسات الرسمية معناتها موقفها كان واضح ديما التزام الحياة في الصراع اللي صار، عمره ما صدر على الأقل الرئيس قيس سعيد ولا حتى قبله الرئيس الراحل بيجي قايد سبسي ولا الخارجية التونسية في 10 سنوات موقف معادي لأي دولة خليجية. وبالحق نتحدى أي واحد يلقى موقف معادي لتونس لأي دولة ممكن في العالم، مش في الخليج فقط. هذا مبدأ في السياسة الخارجية، مبدأ في السياسة الخارجية. ممكن فما أشقاء يلوموا فينا اللي ما خديناش مواقف كما هما يحبوها، هذه قضية أخرى. يعني فما شكون يحب يزج بتونس في الصراع هذا؟ الرئيس مش تونس تحب تزج نفسها في الصراع. بالضبط، فما واجهات إعلامية تشتغل صالح قوى معينة في الإقليم ولا غيره تحب تزج بتونس وماهيش راضي على موقف الحياد اللي مخدته تونس، تحبها بالسيف تقول أنا مع هذا ضد هذا، هذه قضية أخرى. شوف والرئيس سامحني دقيقة سي وليد فقط، والرئيس بيجي قايد سبسي يمكن كان أوضح شوية مع أنت من الرئيس قيس سعيد في النقطة هذه، وأشار وقالها راهو ما فما دول حبت فما قوى حبت تزج بينا لكن احنا ما رضيناش ونحن موقفنا واضح دائما للحياة. تفضل سي وليد. شوف سي محمد بارك الله فيك سيدي، الموقف واضح، نحن نعاود نقول رانا لا 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 لسنا مع طرف ضد طرف، وبالله راهي تونس بلادنا عندنا برشا حاجات أولويات أهم من أن نكون مع بلد A ولا بلد B. الA والB راهم أصدقاء، وين فما مصلحة مشتركة رانا معاه، ف يعني يكون هذا يعني فرصة باش نقولوا راه بالله نهتموا بالمشاكل نتاعنا الحقيقية. وقت تكون زيارة الدولة في هذا المستوى ووقت تكون فما اهتمام كبير وتتبع الإعلام القطري ايش قاعد يقول وتتبع في شنو المخرجات، حتى المخرجات هاني قلت لكم اخي انا مانيش موافقك في رأيي محمد تقول لي دون المأمول. انا نطرح في سؤال مش رأي مش موقف، انا حتى لو كان هذا الرأي متاع فئة معينة من التونسيين نحترمه زادة، ولكن بصراحة نحن لازمنا نشوف النص الكاس المليان، ويلزمنا نتعامل بإيجابية مع وضعيتنا، ويلزمنا أيضا نكون هناك وقفة مساندة لمؤسساتنا السيادية، ونكون نعرف المليح اللي أنا نخدم في الأخير نحن متعدين يعني دو باساج، ولكن في الأخير البوصلة متاعنا موجهة إلى تونس لا مع إيه ولا مع بي. باو سي وليد لهنا فما شكون يعيب على الأستاذ قيس سعيد وأنه مهوش قاعد يتواصل مع الإعلام، مش قاعد يتفاعل مع العالم. انت بارك الله فيك لبيت الدعوة واحنا نثمن هذا ونثمن تعاون قسم الاعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية معانا كلما فما حدث، الحقيقة دائما نلقاو تجاوب منكم، لكن ايضا فما اعلاميين وفما وسائل الاعلام تعيب على الاستاذ قيس سعيد وانه مش قاعد يخرج ويحدث في التوانسة من خلال وسائل الاعلام فليواجه الصحافة، هذا مشكل في حد ذاته. انا باش ناخذ دور الصحافي معك،
انت تتصور معناها تو نحن نتكلموا من معناها من غير تنسيق ما داخلي طبعا في تمثل مؤسسه رئاسه الجمهوريه لن. يعني مش مهم شكون يخرج يمكن سيادة رئيس الجمهورية يخرج في المواضيع الكبرى في الاستحقاقات الكبرى فيكون فما موضوع يستحق انه يكون فيه رئيس جمهورية يتكلم ولكن في الاخير انتم كما قلت ومرحبا بك انت وكنا ظهرنا في العديد من وسائل الاعلام الاخرى بجميع الوانها واطيافها وتوجهاتها وخطوطها التحريرية نحن مرحبين بهم ونتعامل معهم على قدم المساواة لأنه نعرف أن مؤسسة الرئاسة الجمهورية هي مؤسسة التوانس الكل مش مؤسسة زيد أو عمر واضح سي وليد لأنه برشا أسئلة ما زلت نحاولوا بشكل برقي الحقيقة الحوار معك مهم وثري وعلى الأقل وضحنا برشا نقاط حولها التباس مشروع المدينة الرياضية بصفاقة تطرحها لأجندة هذه الزيارة برشا مواطنين يتسألوا كان حتى فما بيانات عبروا عليها نواب شعب كما محمد عمار فما جديد في الملف هذا مشروع المدينة الرياضية بصفاقس طرح ليس كمشروع في صفاقس بالضبط ولكن طرح في إطار التعاون التونسي القطري في مجال الشباب والرياض ومن النقاط التي تم طرحها هو أنه إن شاء الله فما اتفاق على تدعيم الاستثمار القطري في المجال الرياضي في تونس وهناك مشاريع ستقترحها وزارة الشباب والرياضة والإدماج المعني على الجانب القطري وإن شاء الله قد يكون هذا المشروع من بين المشاريع التي تطرحها الوزارة على طبعا هذا يرجع في التقدير الأخير إلى يتم تقديره في الأخير ولكن إن شاء الله هالمشروع ذا يمكن يكون نقطة من النقاط التي يتم عرضها للتمويل من طرف الجانب القطري فما مشاريع أخرى في المجال الشباب والرياضة وانت تحتي فرصة باش نحكي على الشباب والرياضة أنه مثلا تعرفوا أنه قطر إن شاء الله 2022 باش يكون هناك كأس العالم في قطر وتم الاتفاق على أن يكون هناك إدماج للكفاءات التونسية في قطاعي التربية والبدنية والتنشيط الشبابي في تنظيم هذا الحدث العالمي وهذا مهم جدا حتى يكتسبوا هما خبرات جديدة وأيضا نفيدوا نحن القطريين قديش عدد مواطن الشغل ممكن يوفرها تمشي هذا سي محمد الزيارات مثل هذه تكون على مستوى المبادئ العام المبادئ والاتفاقيات الرئيسية ثم يكون هناك تفصيل على مستوى التقني بين الخبراء سألتك السؤال هذا سي وليد لأنه فما نواب كما ماهر مذيوب تحدثوا على إمكانية ترفيع عدد الجالية التونسية ل 50,000 في غضون السنوات القادمة تزامنا مع هذا الحدث العالمي والله التصريحات السادة النواب محترمة جدا ونتابعها وإن شاء الله يعني نوصل حتى 60,000 نحن مش نحبه نحن إن شاء الله التعاون الفني يدعم خاصة في إطار التعاون الفني طيب يعني لتأكد هنا الآن أنه رئيس الجمهورية طارح على الأجندة بتاعه تبني ملف المدينة الرياضية بصفاقس نحن يعتبروا من المشاريع اللي مش يحاول يلقى لها تمويل كل هذا من المشاريع المهمة اللي قال التمويل سواء مع 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 قطر أو مع شركاء آخرين ولكن هذا أيضا مشروع مهم مدينة رياضية في صفاقس أعتقد أنها أيضا من الأولويات فما أيضا إمكانية أنه حصول إمكانية تركيز فرع لمستشفى أسبيتار في تونس هذا مستشفى رياضي معروف جدا يمكن يكون في فرع في تونس هذا في المستوى الشباب والرياضة بصفة عامة أما على مستوى الترفيع المجال المهني تم اتفاق على الترفيع في اليد العام للتونسية في دولة قطر بصفة كثيرة إعادة تفعيل المنصة الإلكترونية في مجال الإدماج المهني إعادة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة التونسية القطرية في مجال التشغيل بداية من شهر القادم شهر ديسمبر وآخر نقطة هي فتح مركز التأشيرات خلال شهر جانفي 2020 لإنهاء العمل بالعقود الوهمية ما بعد هذه الزيارة سي وليد خلينا نختم بالسؤال هذا ما بعد زيارة الدوحة سواء في علاقة بالرؤية التونسية القطرية للملف الليبي وإحنا كنا احتضننا مؤخرا الحوار الليبي الحوار السياسي وأيضا في علاقة بالدبلوماسية التونسية ما بعد هذه الزيارة هل ستكون هناك زيارات أخرى شنو برنامجكم في رئاسة الجمهورية أوكي بالنسبة لما بعد هذه الزيارة فما نقطة مهمة اشتبعها الدبلوماسية التونسية في الفترة القادمة وهي فكرة إطلاق حوار بين العالم الإسلامي والعالم الغربي وهذه فكرة تم مناقشتها اثارت برشا نقاش هذه فكرة تم مناقشتها بين سيادة رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر وعلاش تثير برشا نقاش انا نطرح عليك سؤال شوف احنا نعرفوا مليح اللي عندنا نحن نعرفوا مليح اللي عندنا مشاكل للجاليات العربية والمسلمة في الدول الغربية صحيح باعتبار الإسلاموفوبيا الإسلاموفوبيا والتطرف والإرهاب وكل شيء وأصبح مربوط وعلى مشكلة هجرة غير نظامية مربوطة بها هو هاك المشكل هو ذاك الأصل ثم تفرعت عنده هالمشاكل هذه
صارت هالخلط بين الإسلام والتطرف، بين الإسلام والإرهاب. فعندما نطلق حوار إسلامي غربي في فما آليات أخرى موجودة، ولكن آليات هل أحدث؟ سؤالي ليك يمكن الأخير سواليت قضية الهجرة غير النظامية اليوم، هل فما مسعى جدي من الرئيس قيس سعيد أنه يحل حوار مع الاتحاد الأوروبي حول القضية هذه؟ نعرف قضية ذي محورية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، محورية بالنسبة لنا نحن، شنو هو المستقبل فيها؟ نحن مسألة الهجرة غير النظامية ما تعتبر من أولويات سيادة رئيس الجمهورية، وأكد العديد من المرات وأكدنا أن الهجرة الموضوع هذا لازم أن يعالج، ولكن يعالج بطريقة شاملة متكاملة، لا يكون فيها البعد الأمني فقط، ولكن بعد تضامني تكاملي. يعني لما نحب نحارب الهجرة غير النظامية بالنسبة لسيادة رئيس الجمهورية، مش باش نوقف ونخفوا على الحدود لا، يلزمنا نحلوا المشاكل الداخل نتاع التوانسة اللي عايشين الداخل، ونتاع بصفة عامة حتى الدول الأخرى، خاطر مش كان توانسة راهو اللي يهاجروا، لازمنا نحلوا المشاكل الداخلية وقتها تنقص الهجرة. يعني لازم حوار جنوب شمال، هو حوار حقيقي وجاد وشامل، ولا يكون حوارا أمنيا فقط، لأن الحوار الأمني في 30 ثانية. الحوار الليبي نحن كنا احتضناه بكل واستعدنا ليه، ووفرنا كل يعني الدعم اللوجستي والتنظيمي. الحوار الليبي هذا الحمد لله انه تم في مخرجات، احنا كنا اصدرنا البارح بيان اصدرته رئاسة الجمهورية في الغرض، رحبنا بنتائج المخرجات هذه، وعبرنا عن املنا في ان يتواصل الاخوة الليبيين في النقاش والحوار بناء على مخرجات هذا اللقاء. يعني ما نبداوش ازيرو، نبنيو عليها الواحد في جولات الحوار القادمة، لانه الحوار هذا كان الاجتماع الاول، فما جولات قادمة. واكدنا مرة اخرى ان تونس على استعداد لمواصلة دعم البعثة الاممية للدعم في ليبيا، لانه نؤمن بان الملف الليبي لابد ان يحل في اقرب الاجال بطريقة سلمية في اطار حل ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية وبدون ضغوط خارجية، واتفاق يكون يعني يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها. شكرا لك وليد الحجام الملحق بالدائرة الدبلوماسية ديوان رئيس الجمهورية على حضورك معنا، على رحابة صدرك في تقبل كل الأسئلة، ومهم جدا دائما نرفع الالتباسات، ربما نكون حادين شوية لكن راهو الهدف وأنه نفقعك الدمالة لتوانسة أثار حولها لغط، راهو الهدف أنه نوضح للرأي العام، هذا دورنا كوسيلة أعلام. وأنا أقول لك بارك الله فيك على الزيارة وشكرا على الأسئلة هذه، وبالعكس نحن هنا باش نوضح للرأي العام التونسي ولكل التونسيين أن مؤسسة الرئاسة الجمهورية مؤسسة لكل التونسيين. شكرا جهاد الحاس سالم، أعزائي المستمعين هكا نكون وصلنا لختمة هذا العدد من برنامج هنا تونس، محمد اليوسف وكامل الفريق يسلم عليكم في أمان الله. هنا تونس. وحدات الحرس الوطني بصفاقس قامت صباح اليوم بمنع عدد من المحتجين العاطلين عن العمل من دخول حقل كبيب النفط.